السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة السامسونج جالاكسي A32 5G. لمن فاته فيديو مراجعة هذا الجهاز سأضع لكم الرابط في أول تعليق، جهاز غاية في الروعة. قبل أن نبدأ الفيديو أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. ومع فتح علبة الجالكسي A32، أول ما نجده هو هذا الصندوق الصغير الذي نجد فيه مجموعة الكتب المانوالز الخاصة بالجهاز. بعدها نجد الكيبل USB Type C، كيبل الشحن، وآخر ما نجده في علبة الجهاز هو الشاحن الذي يأتينا بسرعة 15 واط، شاحن سريع من سامسونج. أكثر تفاصيل حول مواصفات الجهاز ستجدونها في الفيديو الذي سأضعه في أول تعليق. أما بالنسبة لسعر السامسونج جالكسي A32، الجهاز سيتوفر بأربعة نسخ. النسخة الأولى تأتينا مع 64 جيجا للمساحة الداخلية و 4 جيجا للرام. سعر هذه النسخة حوالي 250 دولار. النسخة الثانية تأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و 4 جيجا للرام. سعر هذه النسخة حوالي 280 دولار. النسخة الثالثة تأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و 6 جيجا للرام. سعر هذه النسخة حوالي 310 دولار. أما النسخة الرابعة والأخيرة فتأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و 8 جيجا للرام. للتذكير أيضا، كل النسخ تأتينا مع مدخل للإس دي كارد، يعني بإمكانك إضافة مساحة داخلية. أما بالنسبة لسعر أغلى نسخة وأفضل نسخة فتأتينا بسعر حوالي 340 دولار. أصدقائي، وصلنا إلى ختام الفيديو. كما قلت، أكثر تفاصيل حول مواصفات هذا الجهاز ستجدونها في الفيديو الموجود في أول تعليق. إلى هنا أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.